السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، مرحبا بكم معي من جديد في قناتي فنون الطبخ مع سناء الفاسية. اليوم بغيت ندير واحد الغداء سهل بسيط كيوجد في واحد الوقت وجيز. صراحة ما كنتش غنشاركه معكم، قلت لي ما لا نشاركه مع المشتركين ديالي. هانتوما كما كتشوفوا السلطة ديال القمح بالشامبينيون والمايس كتجي رائعة وصحية مع الكفتة مشوية في الفران على هذا الشكل. هذا كنبدلو شوية الشكل لوليداتنا، كيعجبهم بحال هاد اللوينات هكا. تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا معايا كيفاش حضرت هاد الغداء ديالي. دابا اول مرحله ان شاء الله باذن الله غادي نرد هاد القمح ديالي باش يطيب. كما كتشوفوا انا رديت هنا الماء كيغلي، غادي نرد هاد القمح ديالي، غندير معاه شويش ديال المليحه وشويش ديال الزيت، نخليه يطيب نيمبا واحد 15 دقيقه كيطيب دغيا. الا كانت النار مجهده راه 10 دقائق دغيا كيطيب. انا كندير هاد ابلي هذا، الصراحه زوين وواحد البنه فيه رائعه. ملي كنحلوه غادي نردو هنايا باش يطيب لي، نخلي مزيان. كما كتشوفوا البنات انا رديتو هنايا، خويتو كامل، خويت هذا ابلي كامل. دابا غنضيف له واحد شويه ديال الملحه وشويه الزيت، ضروري البنات يكون الماء كيغلي عاد باش تضيفوه. كما كتشوفوا دابا القمح ديالي ها هو طاب، هانتوما كتشوفوا البنات كيف كيتنفخ، كيولي الصراحه غزال وفيه واحد البنه رائعه وخطيره. البنات انا هذا القمح هذا ما كنديروش غير مع لي سالاد، كنعمر به حتى الدجاج كتجي رائعه، كنصوب به لي سالاد غويال هما كيجي الصراحه المذاق ديالو زوين. كنبدلو شويش على الرز. دابا ان شاء الله باذن الله غندوز باش نستي الرز ونكمل معكم لا فيديو، عفوا باش نستي القمح ونكمل معكم لا فيديو. البنات الحاجه اللي زوينه في هذا الابله انتما كتشوفوا بانه الحبه مفروقه على اختها، ما كيتلبطش، كيبقى الصراحه زوين. دابا ان شاء الله نخليه باش يبرد وعاد باش نكمل ان شاء الله باذن الله المقادير اللي غادي نضيف معاه. دابا ان شاء الله باذن الله غندوز الكفته. عندي هنايا كيلو ديال الكفته اللي حكيت له واحد البصله كبيره، واحد جوج فصوص ديال الثومه على هاد الشكل هكا كنضيفهم ديما ملي كتحكوا البصله كتفتي لنا الكفته. غنضيف هنايا واحد 3 د المعالق كبار ديال المعدنوس، ضروري من المعدنوس كيتواتى مزيان مع الكفته. كما قلت لكم ديما حكوا البصله الكفته باش كتفتيها. غنضيف هنايا الملحه، شويش ديال الملحه على حسب الكميه اللي عندكم. شويش ديال الكمون، المليحه والكمون، كنسمو الكفته ديالنا. يا عندكم داك العطريه ديال الكفته ضيفوها. هنايا ضفت سكينجبير، واحد المعلقه صغيره ديال سكينجبير، وهنا غنسمها انا بالقرفه. القرفه كتجي رائعه مع الكفته، جربوها كتجي غزاله، يعني ما تكثروا شيء، واحد 4 معلقه صغيره مع هذا القياس اللي درت انا، كتجي الصراحه كتعطيها واحد المذاق رائع. هذا القرفه. غنضيف واحد شويه ديال الزيت البلديه، تقريبا واحد 3 د المعلقات كبار القياس اللي عملت دابا. وما تنساوش شويه ديال الفلفله الحمراء وشويه ديال الحار،
اللي بغى الحار ولا الهريسه اختياريه، انا ما كنكثرش الحار على قبل وليداتي. صافي دابا غادي نحاول باش ندمج داك العطريه مزيان مع الكفته، نشربها لها مزيان. الصراحه كتجي رائعه بالقرفه، جربوها بهاد التتبيله كامله، كتجي زوينه. بالاخص غادي نشويها انا في الفران، ما غاديش نقليها ولا غنشويها في الفران، كتجي صحيه وكتجي ناشفه ولذيذه بزاف. صافي غنستمر هكا حتى ندمج داك العناصر مع الكفته، ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. دابا غندوز ان شاء الله باذن الله باش نسوطي داك الشامبينيون. كندير هنا واحد المعلقه ديال الزبده، كناخذ داك الشامبينيون المعلب، ما كنقطعو ما حتى شي حاجه، كنخليها تفك داك الطريفات باش كيبانوا لنا داك الطريفات الشامبينيون. كنسوطيهم باش غادي نضيفهم ان شاء الله مع القمح. غنضيف له واحد القليل ديال الملحه وشويش ديال الابزار، غير شويش ماشي بزاف، راس معلقه. صافي ونسوطيهم على نار مجهده باش ما يطلقناش الماء ديالو ويقصح، ضروري نسوطيوه على نار مجهده. نبقى واحد 5 دقائق صافي هو واجد. صافي غادي نخليه ان شاء الله باذن الله يتشحر لي ويتسوطى مزيان ونرجع لكم. دابا غادي ناخد هاد العويدات ديال الشوا، غادي نبدا نعمر ان شاء الله فيهم الكفته على هاد الشكل هكا. صافي كنبقاو نهزو وكنضغطو شويش على داك العواد، هي راه شويش كتعذب ولكن النتيجه كتكون صراحه زوينه. كنبدلو داك الشكل ديال داك الحريبلات ولا كويورات، كتجي الصراحه الشكل ديالها زوين والمنظر ديالها زوين. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه ان شاء الله باذن الله حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الكفته ونرجع لكم. من بعد ما كملت الكميه ديالي كامله، هانتوما البنات كما كتشوفوا، دابا غادي نوضعها في هاد اللاطه وغادي ندخلها الفران. ما غندير لها لا زيت لا حتى شي حاجه، غندخلها الفران، الفران اللي غيكون سخون، وغادي نخليها طيب لي شويش من التحت، ونولي عاوتاني نحمرها من الفوق ونخرجها، راه ما كدوش واحد الوقت طويل في الفران. دابا غندوز ان شاء الله باش نكمل داك لاصالات ديالنا من بعد ما برد لي داك القمح. صافي كنضيف الكميه اللي خاصني نضيف، انتما البنات كتشوفوا بانه حبه مفروقه على اختها. دابا غنضيف له واحد الكميه ديال المعدنوس، واحد شويش ديال الذره، واحد البواطه صغيره ديال مايس معلبه، كتتواتى معاه صراحه مزيان. وغنضيف داك الشامبينيون اللي صوتيت، كيعطيه واحد المذاق رائع. الا كنتو ما غاديش ديروا، ما غاديش ترافقوا مثلا مع الكفته، ديروا له الطون كيعطيه واحد المذاق رائع. غادي نعمل له واحد شويش ديال الابزار بحال هكا، غير القياس العطريه على حسب القياس اللي عندكم. كما قلت لكم الطون كيتواتى مزيان، كيتواتى بزاف الصراحه مع هاد القمح. ضفت واحد شويش ديال الزيت، الزيت النباتيه ماشي البلديه. صافي دابا غادي نخلط هذا الشيء كامل مزيان حتى يندمجوا لي العناصر مزيان، وهي لاصالات ديالنا واجده. بالنسبه للتقديم عندكم حريه الاختيار في التقديم، انا خديت هذا المربع هكا، بغيت نقدمه على هذا الشكل. صافي كنحط داك لاصالات ديالي هكا، وكنحاول باش نضغط عليها باش تقبط لي بلاصتها في مزيان، ومنين نزول داك الكادر ما تشتتليش. صافي على هذا الشكل هذا. صافي غادي نستمر هكا، وانا كنضغط ضروري ضغطوا قدوا السطح باش يجي مستوي.
كما كيبان لكم هنا في الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي ديال سلطه القمح والكفته مشويه في الفران. يعني كما قلت لكم بالنسبه للتزيين ولا بالنسبه للدريساج عندكم نتوما كل واحد وكي كيحب باش يدريسي الطبق ديالو. صافي انا اللي صوبته على هذا الشكل هكا اللي رافقته بشويه دي ترونش ديال مطيشه والحبيبات ديال الزيتون. صافي البنات هذا هو الطبق ديالي. اللي عجبكم الطبق ما تبخلوش عليا بجيم وكومونتير وبارطاجيو لي فيديو ديالي مع الاحباب كي تعم الفائده. وشكرا البنات على تشجيعاتكم بزاف بزاف. السلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.